هلا وأنا صغيرة كان حلمي ألف في العالم، هلا صار حلمي بعد ما كبرت وشفت الوضع اللي نعيش فيه كفلسطينيين، صفى عندي رغبة إني ألف العالم الخاص فينا اللي هو فلسطين بحرية، لأنه كإنسان بتعيش بدولة هي ملكك عادة بيكون إنك كامل الحرية إنك تروح على أي جزء فيها وتعرف أي جزء فيها، وهذا إشي محرومين منه كفلسطينيين. فأنا صفى حلمي بإني ألف العالم صفى اتقلص إني أنا أقدر ألف فلسطين بشكل أوسع، إني أروح وقت ما بدي على البحر بيافا، وقت ما بدي أزور عكا، وقت ما بدي أروح على نابلس بدون ما أمر بحواجز. فهون أظن أنه هذا صفى أي حلم شاب وشابة فلسطيني. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.